هذا يسأل عن مرور النساء أمام المصلين في المسجد الحرام، هذا للضرورة لا بأس، للضرورة ولا تضر إن شاء الله، لأنه ما هو بإمكانك تمنع الناس من المرور، الناس كثيرين ولا بإمكانك أنك تمنعهم للزحمة ولكثرة الناس ولجهل أكثر الناس بهذا الأمر. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يمكن تصلي في مكان من الحرم إلا ويمر أمامك ناس، فلو بطلت صلاتك ما صحت الصلاة في المسجد الحرام، يعني ما هو بإمكانك تمنع الناس. فالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا يؤثر على الصلاة إن شاء الله.